بدي ارجع انا ابلش حياه جديده، بدي انت تساعدني. مدري مين غطى على ابنك فادي الجريمه اللي عملها لما قتل معلم محمود. لوحدي قتلته، قتلته لأن كنت مجبور اعمل هيك، لانه بدي احمي عائلتي من المجرمين اللي بدهم يقتلون. ابني فادي اعترف بالجريمه. لشو حاطه هودي بشعري؟ راكبين مقلتي؟ هودي تعيش الطبيعه، مش بدكم قاعده قهوه. هالقد انا ما طلعاتي لحتى بناتي ما بيختاروا من كل رجال الارض الا رجال المعقدين. قلت لك ما اخذتهم مني، اصلا ما عندي مطرح بالبيت لحتى اخبيهم. روح شوف تاني انا مين عطيت المجوهرات وروح استردهم. مزبوط، ما بقى رح اشعب حياتي. لا انا ما قلت هيك. وراح مش انت عم بتقلي وردت هاي المهنه عم بيي؟ طب ما انا ابنه كمان، خليني ورطها. ايه